نحن مقصرون، نحن المسلمين مقصرون فيما يتعلق بالجانب الإعلامي. وهل انتصر العدو علينا خلال هذه السنين الإيجاب إلا من خلال الإعلام أو من خلال دور فعال للإعلام؟ ما يحدث اليوم في الغرب، حتى قبل أن نأتي إلى إخواننا أو ما قاموا به في الجانب الإعلامي، ما يحدث اليوم في الغرب ما هو؟ هو تفكير الصورة الإعلامية التي بناها الصهاينة ومن لف لفهم ودار معهم في فلكهم. تفكيك هذه الصورة لما استطاع الناس أن يضعوا الصورة الحقيقية أمامه، لأن هناك صورة مفبركة كاذبة مختلقة كانت هي التي تقدم الكيان الصهيوني المصر على أنها على أنه باعتبار النموذج الأمثل في ديمقراطي حر نامي متقدم متحضر في بحر من الهمج، في بحر من السعاليك يحيطون به من كل. هذه الصورة التي كانت في الغرب. اليوم الأمريكان يقولون، يخاطبون أهل غزة ويقولون يا أهل فلسطين شكرا لكم أنتم حررتمونا. صحيح. اليوم حسب الناس يقولون كلاما في أمريكا لم يكونوا يجرؤون على أن يقولوا خلافه. لماذا؟ لأنهم كانوا موقنين، كانوا موقنين في قرارة أنفسهم بأن الرواية الصهيونية هي حق 100%. تفككت هذه الصورة وانهارت. كل ما بنوه من تضليل إعلامي بدأ أن يتفكك الآن. ونرجو أن يعمل إخواننا الذين شاركوا في هذه الحملة أن يحافظوا على هذه الوتيرة العالية. ما لفتني هذه الأيام أن خطاب بن لادن إلى بوش منذ حوالي 20 سنة، هذا الخطاب اليوم أصبح أكثر وثيقة يبحث عن الأمريكان. ويصدقون رواية الرجل وعلى رواية الحكومة الأمريكية. إذا عدنا الآن إلى الدور الإعلامي أو البعد الإعلامي في الدور التعامل مع القضايا ومع البيئة الخارجية، بقي الناس كثيرا يتكلمون إلى أنفسهم. هذا ما كنت أخوضه علينا، كنا نخلي مخاطب أنفسنا. المادة الإعلامية الموجودة عندنا فقط في اللغة العربية والندبات باللغة العربية والمؤتمر كذلك والإعلام موجه إلى العرب. طيب نحن يجب أن نخاطب الآخرين بلغتهم وبوسائلهم وبأدواتهم وبتركيب الصورة الذهنية التي يريدونها ويفهمونها ويتعاملون معها. فهذا اللي حدث في هذه المرة. الخطاب اليوم أصبح خروج أو أصبح خرجات أبو عبيدة طلة ينتظرها جزء كبير من هذا العالم. لماذا؟ لأنهم أتقنوا صنع الإعلام، الخطاب الإعلامي شكلا ومضمونا وتوقيتا وأداء ومستخرجات، بالإضافة إلى الأنصر الأساسي المصداقية. اليوم الناس حتى بعض الصهاينة يصدقون الرواية الفلسطينية أكثر مما يصدقون الرواية الصهيونية قياداتهم وسياسيهم. إذن الجانب الإعلامي جانب أساسي في المعركة، ولذلك قبل المعركة حتى اليوم قرأت الفيلم أو دراما خرجت منذ تقريبا سنتين ثلاث سنوات في فلسطين، اعتبره بعض النقاد أنه كان جزءا من المعركة الإعلامية تحذيرا وتضليلا للصهاينة. إذن الجانب الإعلامي عمل متقدم جدا، ونرجو أن يحافظ على الناس على هذه الوتيرة العالية لنكسب المزيد من الرأي العام العالمي ولنقدم صورة أخرى نموذجا آخر. وأرجو إن شاء الله تعالى بعد المعركة ستخرج أفلام ووثائق. وهنا نشكر كل الذين ساهموا في هذه المعركة الإعلامية، لأن دائما أقول لطلابي الأمريكان كانوا ينتصرون بالمعارك كلها في العالم الإسلامي إعلاميا قبل أن يحدث أي شيء في الميدان. ولما وصلت بعض الوسائل الإعلامية الحديث الآن وقناتكم المباركة وقناة أخرى والجزيرة وغيرها، أصبحت الصورة الآن تنزل إلى الساحة وتعكس الواقع ولا ينتصرنا بالأوهام وبالفبركات.